السلام، انا معاد احبوش. هذا الفيديو هذا غيكون الجزء الاخير من القصه ديال لابوات اميرفي. هذا الجزء هذا فيه شابتر 9 و10 و11 و12، يعني هادو لي شابتر الاخرين. نكملوا. سيدي محمد بقى طايح في الفراش حتى الليل عاد توقد. تقلقت عليه ماماه لاله زبيده وبا عبد السلام، يعني تقلقوا عليه يعني بحال جاهم مرضى خايبه، ولكن في الليل توقد شويه وفاق ليهم. السي عبد السلام كيف فات لينا قلنا انه كان قرر يولي يبيع الحايك بلاصه الجلالب، يعني داك الحايك كيتمشى، دونك هو قرر انه يقلبها حايك باش يربح شويه الفلوس ونيت يكون راسه مزيان. فعلا مشى للسوق واحد النهار، باع كلشي، ديك السلعه ديال الحايك كلها تبعت ليه وخذ الفلوس، ولكن وهو راجع من في الطريق ديالو للدار طاحوا ليه الفلوس كاملين ديال الحايك والفضل وباش غيخلص الخدام وش الحوايج. السي عبد السلام تحنسر وما عنده كيدير يرد الفلوس، فقرر انه يمشي للباديه باش يخدم ويجمع شويه الفليسات. قال لمراته علمها، قال لها شوفي انا غنمشي للباديه غنجمع شويه الفليسات نكون راسي ونرجع ان شاء الله. وهذا الشيء اللي دار. وصل واحد الصباح السي عبد السلام كيطا لا كونفرساسيون من الدار، فمشى وسيدي محمد حس بالوحده من اللي باه مشى، وواحد الفراغ جاه، يعني واحد الفراغ عاطفي وواحد الفراغ في الدار. واحد شويه جات عندهم فاطمه البزيويه، ديك اللي ساكنه جارتهم قبالتهم، باش تعطيه واحد المشروب، حيت سيدي محمد كان باقي شويه مريض، فعطاته واحد المشروب باش يبريه، ومشروب كيكون فيه الزعتر والكمون، المهم ديك خلطه ديال العيالات ملي كيبغيو يبريو شي بنادم. فعطاته ليه وبزز باش شربو، حيت ما ضاقو كان في شكل، وحنا ديما ما تنشربوش داكشي تيكون مر ولا، ولكن في الاخر راه شربو، يعني شربو باش يبرى. سيدي محمد تكى وماماه قالت ليه شوف ابقى متكي، انا غنمشي عند خالته عيشه ديك اللي كانت تجارتهم قديمه نشوف كي بقات من داكشي اللي دار لها راجلها. المهم مشات وهو جاه الملل وشد ديك الطاسه لا بواطا ميغفي وبقى عايش عاوتاني في العالم ديالو، ولكن هاد المره ما حش بديك الحلاوه، ديك النشوه، يعني داك الخيال الزوين وانه امير وسخي وهادي، ما حش بديك، بحال الا فقدوا القيمه ديالهم دوك الحوايج اللي في الطاسه. حيت هادشي علاش؟ حيت باه كان مشى، دونك فقدات ديك الطاسه القيمه ديالها، ديك دوك الحوايج اللي كيتخايل. رجعت امو وديك الليله جاه الارق ما جاش النعاس، بقى كيتحرك ويتقلب يتقلب حتى نعس اخر المطاف نعس. في الصباح ديال الغد ليه نوضات امه وقالت ليه غنصاوب لحبيبي لوملات اللي كيبغي، حيت سيدي محمد كان عزيز عليه واحد لوملات كانت كتصاوب امه. وخرجاته قالت ليه غنخرجك للضريح نطلبوا الوالي باش سيدي محمد يبرى. فطروا ومشاو للضريح، ومن بعد دازوا عند لاله عيشه. العيالات بقاو كيدويو، لاله زبيده وعيشه، لاله عيشه، فبقاو تيدويو بحال هكا تيتحتتو. وخرجوا يمشيو عند واحد الشواف سميتو سيدي العرافي، قرروا يمشيو عنده يشوفوا هاد الاحزان والمصايب اللي طاحت عليهم على ريوسهم منين جات، ومن النت تشوف لاله عيشه كيفاش ترد راجلها. وصلوا للدار ديالو هاد سيد العرافي، وصلهم واحد الدري صغير ودخلوا لعندو. سيدي محمد بقى كيشوف ويحقق، وهو كيشوف ديك الطاسه اللي كيستعملها الشواف. دونك هاد السيد العرافي هاد الشواف عنده واحد الطاسه جات لسيدي محمد بحال لابواط اميغفي. هاد الطاسه كيكون فيها البيض الزاج شي حاجه بحال هكا، يعني الانسان تيبقى يقلب اللي جات فيه، يعني جا فيه الزاج غيقول ليه شنو عندك، جا فيه هادي يقول ليه شنو عندك، داكشي بحال ديال الكارطه، ها قلبيها تخماميها باش ياتيني الله وكتعزل. وكما قلنا سيدي محمد فكراتو هاد الطاسه هادي في لابواط اميغفي. المهم سيد العرافي شير سيدي محمد هو الاول، قال ليه هز من ديك الطاسه. سيدي محمد هز واحد الكره ديال الزاج، كره ديال الزاج صغيره، وقال ليه سيد العرافي ملي تحس بالوحده والملل ارجع للداخل ديالك وقوي راسك براسك. سالت نوبه سيدي محمد، جات النوبه ديال لاله عيشه. هزات لاله عيشه واحد الكوكياجه، يعني بقات كتعزل، هزات واحد الكوكياجه وعطاتها له، وقال ليها سيد العرافي هادشي غيفوت وغيرجع كلشي زوين، راه كلشي غيتقاد وكلشي غيولي بخير. وجات النوبه ديال مات سيدي محمد لاله زبيده، وهزات واحد الجوهره،
ديك الالماسه بحال الالماسه هي، فعطاتها له يشوفها وقال لها خاصك تبقاي تزوري الاضرحه والاولياء الله الصالحين. وخرجوا من عند الشواف، صافي قال لهم داك الشيء، خرجوا من عند الشواف هذا السيد العرافي، بقاو غاديين وسيدي محمد كيلعب ويضرب في رجليه وفرحان. واحد شويه مشى مورا ماماه تخبى هكاك فجاه، فسولته علاش علاش تخبيتي، علاش جيتي مورا الحيك ديالي؟ قال لها الفقيه راه شفتو دايز من هنا، فإلا شافوا الفقيه دابا سيدي محمد تخلع، إلا شافوا الفقيه يقول لي كيفاش انت مريض وخارج. قالت ليه امو يعني زبيدة، قالت ليه هانية انا نقول ليه غير خرجتك نشوف لك شي دواء ونشوفك كيفاش تبرا وترجع للمسيد. فقال لي راكي ما عارفه والو الوالدة، راه هانية يقول لك هانية، ولكن ملي نمشي عنده ديك الساعة غيوريني هانية كيفاش دايره. المهم بقاو غاديين شوية وسيدي محمد غيشوف الرمان كيتباع. سيدي محمد بقى تيبكي، ولكن ماما ما بغاتش تاخذ ليه الرمان، وقالت ليه راه مازال ما طايب، راه داك الرمان باقي ما طاب، دونك غيضرك في كرشك. رجعت للدار ولا لا زبيده قالت لجيرانها باللي مشات للاضريحه، ولكن ما قالت لهمش باللي مشات عند السيد العرافي داك الشواف، باش يعني ما علاش هي قالت هادشي هذا، حيت هي اصلا ساكنه الشوافه وما جات الشوافه اللي ساكنه عندها انها تقول لها راه مشيت عند شواف وانت حدايا وانا ما مشيتش ما جيتيش عندي، دونك خافت لي نوض شي يعني تقلق عليها ديك الشوافه اللي سميتها خالتو كنزه، وكتمات نيت باش الامور تقضى، يعني داكشي يجيب مفعول. هادشي علاش كتمات لاله زبيده لجيرانها باللي مشات هي ولاله عائشه لسيد العرافي. داز نهار، لالا زبيده شدات ولدها سيدي محمد، قالت ليه ما غتبقاش تمشي للمسيد حيتاش بغيتك تواسيني وتبقى مونسني وباش ما تحسش بالوحده، فراجلها راه ما كاينش يعني ما خص ما تحسش بالوحده، دونك قالت ليه غتبقى معايا ما غتمشيش للمسيد. وبقاو كل سيمانه كيمشيو لاي ضريح، ففاس معروفه بالاضريحه واولياء الله الصالحين، مدينه زوينه باولياء الله الصالحين. دازت ايام، واحد النهار دق واحد الراجل في الدار ديال لالا زبيده، تخلعات يعني قالت اوه شكون هذا، ياك ماشي واحد كيتصل راجلي ونصدقوا في شي. المهم في الاول تخلعات، ولكن في التالي حلات ولقاتو مرسول من عند راجلها سيدي عبد السلام، وقال ليها راجلك راه بخير وراه صافت لك معايا هاد التقديه هادي. المهم صافت ليها الزيت البلديه الفلوس و12 البيضه والزبده، وفرحات لالا زبيده بهاد هادشي اللي صافت ليها راجلها. حياه بسيطه وزوينه. المهم 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 لالا زبيده بارطاجات هاد 6 البيضات، هو عطاها 12 البيضه يعني صافت مع 12 البيضه، بارطاجات 6 البيضات مع جيرانها وبقاو عندها 6 البيضات. وواحد شويه جات لالا عائشه النيت، جات في هذا الوقت المناسب فين جا هذا الشيء هذا، ولالا زبيده طيبات ذاك البيض وكلاوه وارتاح يعني كلاوه وتصنطوا لعظامهم. لالا عائشه عرضت على لالا زبيده الغد ليه باش تمشي عندها. لالا زبيده قالت لها علاش، قالت لها لالا عائشه مفاجاه. مهم مشاو الغد ليه، شوفوا هذه المفاجاه هذه كي دايره، ولقاو لالا عائشه كتجري على الدبان. قام دابزه مع الدبان، فصوبت لهم لالا عائشه اتاي وبقاو كيهضروا هكا حديث ديال العيالات. لالا عائشه ولالا زبيده جالسين تتحتتوا. وشويه جات عندهم سلامه، سلامه واحد المراه كتزوج الناس هذيك الوقيته في فاس، وباقي حتى لدابا كاينين عيالات اللي كيتوسطوا يعني كتكون وسيط ما بين راجل ومراه يعني تتزوج بيناتهم. فهاد سلامه هذه جات عندهم وقالت لالا عائشه انا كنتاسف وانا كنعتذر حيت لقيت ما بين مولاي العربي العلوي راجل لالا عائشه في السابق وبنت الحلاق يعني ديك بنت الحلاق مراته الثانيه، وقالت لها راه غيطلقوا غيطلقوا ما فيهاش حيت بنت الحلاق مفشه بزاف، ومولاي العربي العلوي حكى لهاد سلامه هادي باللي راه مضرور مع مراته الثانيه. في ظل هاد الهضره ديال العيالات سيدي محمد جاه بيبي وقال لماما نمشي ندير بيبي وصافي، قالت ليه اوكي كونفيرمات. وملي مشى دار بيبي نسى الباب ديال الطواليت محلول، فناضت واحد الجاره كتغوت وقالت ليه انت غير ضيف ودرتي هكا، وقال لها وانا جيت عند العيشه انا ماشي عندك، قالت ليه غنقطع لك ودنيك وهادي. فبقات يبكي وخرجوا الناس حتى لالا عائشه ولالا زبيده، ودبزت معها لالا عائشه
حتى لاله زبيده قالت لي علاش تدوي مع الوالد واش قدك، ولكن تدخلات سلامه وقالت لهم هذا راه دري صغير يعني ما تكبروش الموضوع ما ديروش من الحبه قبه، وعطات لسيدي محمد واحد الحليوه بحال هكا باش يتهدن وما يبكيش يحبس البكا، ورجع كلشي لدارو. وهاد سلامه رجعت كملات الحديث ديالها مع لاله زبيده ولاله عائشه، فقالت لهم راه محناه وكتطلب ليه الحاجه الغاليه ديما ومضرور معاها حيت هي صغيره وحمقه شويه ومفششه بزايد يعني مفششه بزاف، وما كطيبش الغدا حتى تفيق لشي وقيته وكتفيق مع الطله. دونك هاد السلامه هادي كتاكد لهم باللي غادي يطلقوا غادي يطلقوا ما فيهاش. فشويه جات واحد الجاره سميتها زهور طلبات شويه ديال اتاي لاله عائشه، بغات تطلب هكا لاله عائشه وما خلاوهاش تمشي، فبقاو عليها خاصك تبقاي معنا بقاي معنا، وجلست حتى هي تتسمع لهاد السلامه هادي. فهاد زهور هادي حتى هي مشات مع سلامه في الهضره وكونفيرمات الهضره ديالها، فاكدات قالت لها باللي راه غيطلقوا وصافي راه هادشي باين باللي كيمجد باللي غيطلقوا. وشويه بداو العيالات كيهضروا على العائله كامله ديال هاد مرات العربي العلوي الثانيه، يعني هاد بنت الحلاق هادي وتيدوي على الحلاق يدوي على ولاو تيهضروا عليهم بحال هكا تينمموا فيهم بالخايب. سيدي محمد في هاد الاثناء هادي جاتو واحد الفكره اللي من الصغر كان باغي يديرها، وهي انه فكر يكتب اغنيه على ملي كيرجعوا لي كوبل لبعضياتهم. ملي كان صغير هو كان باغي يكتب اغنيه ومن الصغر عنده هاد الفكره هادي، وحيت هو مبهور بالانوثه ديال هاد الزهور هادي اللي جات تطلب اتاي، فبغى يدخلها في الاغنيه، بغى يدخل سميت زهور في الاغنيه حيت عجباتو الانوثه ديالها ورقت ليه. دازت الايام وسيدي محمد خرج حدا الدار كيسمع البنات والدراري كيغنيو، واحد شويه بان واحد صاحبو في المسيد سميتو علال اليعقوبي، فهاد صاحبو هذا في المسيد جا من عند الفقيه باش يقول ليه باللي راه خصك ترجع وفينك راك غبرتي، فمشى كيهرب سيدي محمد باش ما يشوفوش راه جالس في الدار صحيح في صحيحتي تصنت البنات والدراري تيغنيو. دق في الباب ديال الدار، جاوبته امو لاله زبيده وقالت ليه راه باقي مريض يعني ما يقدش يمشي للمسيد، وصافي عوج بحالاته. مشات مع الصبا تقلب على سيدي محمد، شويه جات زينب كتلهت كتجري وقالت لاله زبيده باللي راه السي عبد السلام راجل لاله زبيده راه شافته زينب في السوق. شويه فعلا سي عبد السلام دق في الباب وهو اللي جا، يعني راه فعلا الهضره ديال زينب راه صحيحه. فجا وجاب معاه الدجاج والبيض والزبده وداكشي اللي كيكون في الباديه، وكلهم فرحوا ليه، سيدي محمد لاله زبيده الجيران كلشي فرح ليه. وجا دريس العواد راجل لاله رحمه ام زينب، وسلم عليه وعرض عليه يشربوا شويه د اتاي، وقال ليه راه مولاي العربي العلوي حتى هو طلق مراتو الثانيه، مهم راه دو توت فاسون غيرجع لمراتو الاولى اللي هي لاله عائشه، يعني ولات الفرحه فرحتين. المهم القصه فيها نهايه سعيده، وجا داك الشيء زوين بزاف، يعني الرجوع ديال سي عبد السلام للدار ومولاي العربي العلوي طلق مراته الثانيه، ويعني في اخر المطاف غيرجع لمراته الاولى. فمشى سيدي محمد بهاد الفرحه هادي جبد لابواط اميغ فاي، وتخيل دوك الشخصيات وتخيل راسو امير، رجعت ليه ديك الحلاوه اللي كان فقدها ملي مشى باه من الدار، وبقى كيتخيل راسو امير وداكشي اللي كان كيتخيلو ديما، ديك حالته الزوينه اللي كان كيتخيلها ملي يكون في لابواط اميغ فاي، يعني يكون شاد لابواط اميغ فاي. هنا كتسالي القصه ديال لابواط اميغ فاي. شكرا بزاف على الاستماع ديالكم، شكرا بزاف على التقبل ديالكم لهاد القناه ولهاد الفيديوهات، وكنبغيكم من القلب والله الا كنبغيكم من القلب، ونتلاقاو في حاجه اخرى ان شاء الله. الى اللقاء.